انا بعمل دور فتحي في المسلسل، والمسلسل من اخراج الاستاذ محمد حمدي، ومن تاليف الاستاذ حسام موسى، ومن انتاج الاستاذ الكبير محمد فوزي. وكان لي الشرف ان هم يتحمسوا لي ان انا اعمل دور فتحي. دور فتحي انا اتخيل يعني بشكل او باخر انه دور مختلف شوية بالنسبة لي، دور انا حبيته قوي. فكرة انه يبقى رجل مافيا او رجل عصابات، لكن مش رجل العصابات العادي المعتاد انه يبقى رمز للشر او رمز للاشياء اللي مش كويسة يعني، ولكنه رجل عنده من القيم وعنده من المبادئ ومن القوانين اللي بيحكم بيها نفسه، عشان خاطر ممكن نعتقد انه بيعطي نفسه بيها مبررات انه ما بيرتكبش غلط، لكن في النهاية في ملاحقة من القانونيين والقانون من خلال ضابط بيتم اللي هو بيعمله اخويا النجم حازم سمير، وبيتم هذه المطاردة وهذه الملاحقة والصراع ما بين الضابط وما بين هذا رجل العصابات. ومن خلال هذا الصراع في كثير بقى من الصراعات والمشاكل والضغوط، لأنه في النهاية احنا بنجسد حد في مجتمع مورس عليه ضغوط كتيرة جدا، سواء لها علاقة بالفقر أو المرض، أو اللي هي العناصر اللي بتبقى للأسف الشديد آفات في أي مجتمع، بتجعل الشباب بياخد مسار غلط يعني. يعني انت خلصت قد ايه من المشاهد؟ أنا يعني خلصنا في حدود 80% سواء من المسلسل سواء من المشاهد. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org